السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هتكلم عن رؤية البنطلون الواسع في المنام. طبعا دي من الرؤى اللي كتير من الناس بتشوفها، إن أنا ممكن أشوف في المنام من ضمن الحلم أو من ضمن الرؤية شايف نفسي إن أنا لابس بنطلون واسع. رؤية البنطلون الواسع عبارة عن إيه؟ أو تفسر بإيه؟ أو تؤول بإيه؟ طبعا أنا هتكلم عن 17 رؤية بالنسبة لرؤية البنطلون الواسع. أول رؤية، وطبعا الكلام هيكون بصفة عامة بدون تخصيص لشخص معين بعينه. أول علامة رؤية شراء البنطلون للرجل. ندخل بس نعمل دي مدخل الأول. شراء البنطلون عموما، مش شرط ولا واسع ولا ضيق. شراء البنطلون للرجل المتزوج زواج من فتاة. يعني الرجل المتزوج لو شاف في المنام انه بيشتري بنطلون، معنى الرؤية انه هيتزوج من فتاة. نعم، سوف يتزوج من فتاة بكر، هيكون ده اول زواج ليها. شراء الرجل المتزوج للبنطلون الواسع دي بشارة بأنه هيتزوج من فتاة بكر. طبيعي لما يكون ده للرجل المتزوج، أمال الشاب الأعزب هيبقى إيه؟ رؤية البنطلون الواسع رؤيته، أنا اتكلمت للرجل المتزوج عن شرائه، أنا محتاج إنك تركز معايا ومحتاج إنك تركزي معايا. إمتى أقول رؤية وإمتى أقول شراء وإمتى أقول بيع وإمتى أقول خلع البنطلون مثلا. فشراء البنطلون للرجل المتزوج اتفقنا إن هي زواج من فتاة بكر، يعني زواج أول مرة لهذه البنت. أما رؤية الرؤية الثانية، رؤية البنطلون بالنسبة للشاب الأعزب زواج، دي ما حدش يختلف عليها. ثلاثة، رؤية البنطلون الضيق يرمز إلى الضيق في الحياة والتعسر. وقال بعض المفسرين البنطلون الضيق لهو. يعني إيه لهو؟ يعني صاحب الرؤية منشغل بمتع الدنيا، فدي رؤية البنطلون الضيق. فدي كانت الرؤية الثالثة. طيب الرؤية الرابعة، رؤية ارتداء البنطلون أثناء النوم. يعني شفت في الحلم إن أنا نايم ببنطلون. طب ما هو طبيعي إن أنا أبقى لابس حاجة، لا، الحلم متركز معايا على إن أنا لابس بنطلون في الحلم، ويبدو إن البنطلون ده مش من ثيابي، بنطلون شكله غريب، ده مش من ثيابي. فارتداء البنطلون واشوف نفسي نايم في الحلم ومرتدي هذا البنطلون تدل على القرب من الله سبحانه وتعالى. خمسة، ارتداء البنطلون الواسع عموما رزق. البنطلون الواسع، خلي بالكو بالنسبة للثياب، ودي حاجة ناخدها كده على جنب، الثوب الطويل محمود، الثوب القصير مذموم، البنطلون الواسع محمود، البنطلون الضيق غير محمود، البنطلون القصير غير محمود. يبقى كل ما الثياب تبقى طويلة في المنام أعرف إن ده خير، كل ما الثياب تبقى قصيرة في المنام أعرف إن دي رؤية غير محمودة. جبناها منين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب لابس ثوب سابغ. يعني سابغ؟ ده نص الحديث. سابغ يعني واسع وطويل. فالصحابة سألته، طب يا رسول الله الرؤية دي معناها ايه؟ فما أولتها يا رسول الله؟ ايه تأويلها؟ قال الدين. قال الدين، بمعنى أن دين عمر مكتمل، كلما كان الثوب طويل
كان دينه كبير، كان إيمانه كبير. ولذلك العلماء المفسرين قاسوا دي على دي. إمتى الرؤية تبقى محمودة؟ لما الثوب واسع وطويل. إمتى تبقى مذمومة؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصحابة فهموه من الكلام إن لو إن ثوب عمر قصير كان يبقى دينه أو إيمانه، عفوا، إيمانه مش مكتمل. إنما لما شاف الثوب واسع وطويل قال: فما تأويله يا رسول الله؟ فما تأويله؟ قال: الدين. فارتداء البنطلون الواسع رزق، ودي كانت الرؤية الخامسة. ستة: شراء البنطلون الواسع شراؤه. ركزوا معايا، امتى اقول شراؤه وامتى اقول ارتداء. شراء البنطلون الواسع في المنام يدل على الدخول في مشاريع، بمعنى ان انا لما اشوف نفسي بشتري بنطلون اعرف ان في ربح من المال جاي لي. تطلع بقى زي ما تطلع، افتح مثلا مشروع، افتح مصنع، افتح محل سوبر ماركت، اتاجر في اي حاجة، المهم الموضوع فيه ربح من تجارة هيعود عليا. سبعة: البنطلون الواسع للمرأة، انا حددت هنا للمرأة، يدل على الراحة النفسية. المرأة لو شافت ان هي لابسة بنطلون واسع تعرف ان دي بشارة او دلالة على الراحة النفسية اللي من الممكن تحصل لها او انها بالفعل عايشة فيها. تمانية: البناطيل الواسعة للرجال او الرجل تحديدا المتزوج تدل على كثرة الذرية. انا هنا مش بقول حمل لزوجته، ده حمل واحد، انما رؤية البناطيل الواسعة للرجل المتزوج تدل على أن زوجته ستحمل بأكثر من طفل. لأن لما نيجي نقول الذرية الصالحة يبقى الكلام يتفهم أن في أكثر من طفل ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه به. تسعة: البنطلون الواسع من ضمن معانيه الستر والعفة والصحة. تاني: البنطلون الواسع الستر والعفة والصحة، من ضمن معاني البنطلون الواسع. عشرة: البنطلون القصير، طبعا أنا كده يعني يعتبر جاوبتكم عليها. البنطلون القصير في المنام يدل على الاحتياج، إن أنت ممكن تبقى محتاج. طبعا كل واحد على حسب حالته يا جماعة، أنا ما ينفعش أقول أنت محتاج إيه. في واحد محتاج مال، في واحد محتاج استشارة، في واحد محتاج كذا، في واحد محتاج كذا. كلمة الاحتياج كل واحد بيقيس الكلام على نفسه بقى، على حسب حالة الرائي. يبقى البنطلون الضيق، عفوا، البنطلون القصير يدل على احتياج الرائي. عشرة: رؤية البنطلون للعزباء بصفة خاصة يدل على تيسير الحال. يدل على ايه؟ على تيسير الحال، ربنا سبحانه وتعالى هيوفقها في حياتها وقت رؤيتها لهذه الرؤية. 11: ما حكم شراء البنطلون للعزباء؟ خلصانة، زواج، زواج ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب 12: البنطلون الجديد للعزباء زواج، لكن فيها تفصيل، بمعنى زواج من شاب وسيم جميل. يبقى شراء البنطلون عموما زواج، لكن لما تشتري بقى بنطلون جديد وجميل دي بتنعكس على على صفات الشخص اللي هي هتتزوجه. الشاب اللي هي هتتزوجه إن شاء الله تبارك وتعالى هيكون وسيم وجميل. 13: رؤية البنطلون صاحب الألوان، في ألوان كتير مش لون واحد. طبعا هو لو لون واحد برضو محمود، لكن البنطلون صاحب الألوان الكثيرة رزق كبير. 14: البنطلون الأبيض للمتزوجة حمل،
بشرى بالحمل إن شاء الله. 15 رؤية البنطلون الملون للحامل. البنطلون الملون للحامل دي بشارة لنوع الجنين إنه هيكون أنثى إن شاء الله تبارك وتعالى. 16 ودي العلامة اللي قبل الأخيرة، البنطلون الداكن للحامل ذكر. داكن يعني إيه؟ يعني أي لون غامق، باللغة المصرية بتاعتنا اللون الغامق، يعني مثلا ممكن يبقى لون نبيتي، ده الغامق بتاع الأحمر، اللون مثلا في بني فاتح وفي بني غامق. اللون الداكن للحامل ذكر. اللون الأبيض في البنطلون طبعا المولود سيكون أنثى إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر علامة ودي العلامة 17 في رؤية البنطلون الواسع، خلع البنطلون في المنام يدل على سوء الأخلاق، وأحيانا لبعض الأشخاص يدل على قلة الرزق، وأحيانا يدل على المشاكل والهموم ومع شديد الأسف. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.